للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. باشمهندس، أولا بعد تحية، ربما اليومين الماضيين برغم صعوبتهما من الأحوال الجوية إلا أنهما أثبتا ضرورة ما تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية من عملية تطوير للعشوائيات بشكل كامل، وإلا كنا أمام كارثة غير مسبوقة. يعني ربما هذه الأيام أثبتت مدى جدية ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية. مساء الخير. أولا مساء النور يا فندم. خلينا نقول يمكن الموجة الغير مسبوقة حصلت على مصر، ما حصلتش قبل كده من سنين بعيدة جدا. يمكن كان اختبار جيد جدا لينا احنا ومشروعاتنا اللي اتعملت في تطوير العشوائيات. يمكن السوشيال ميديا والإعلام عمل مقارنات كبيرة جدا ما بين مشروعات تطوير العشوائيات والمشروعات الخاصة الأخرى في الكومباوندات أو المجتمعات العمرانية اللي عاملة خاصة، لكن الحمد لله كانت التجربة لينا أو الاختبار ده كان الحمد لله أظهر مدى التزامنا بالتخطيط العمراني الجيد، التزامنا بمراعاة جميع أصول والكود في تنفيذ مشروعاتنا. إزاي إن كل مشروعاتنا اللي اتنفذت الحمد لله ما ظهرش فيها أي مشاكل، سواء من البنية التحتية أو حتى المباني نفسها حصل لها مشاكل. فدي يعني يمكن كان تتويج لينا في المجهودات اللي قامت بها الدوله متكاتفه، وليس صندوق تطوير عشوائيات وحده. يمكن احنا مشروعاتنا كلها احنا بننفذها مش منفصلين عن الاخرين، بالعكس جميع المشروعات بتنفذها المحافظات بالتعاون معانا. يمكن هي الشريك الاصلي والاساسي في تنفيذ المشروعات، كل محافظه بتنفذ مشروعها واحنا بنباشر معاهم التنفيذ. فده انا من خلالكم بشكر المحافظات وبشكر جميع الاجهزه اللي قامت بتنفيذ هذه المشروعات على اكمل وجه. نشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات على هذه التوضيح.